اللي هيعيش هنا هيبقى عنده وقت زينا، نجمع العيلة ونتفرج على مسلسلات، نكتسح الملاعب، نتلم على الفطار احنا وحبايبنا، نعمل حاجات بنحبها مع بعض، وبالليل أسحرهم حاجات خفيفة كده. المهم إن احنا نتجمع لأننا اخترنا نيابلس، المكان اللي هتلاقي فيه وقت للناس اللي بتحبها، أصحاب، عائلة، كوميونيتي، كله عارف بعض، لأن اللمة الحقيقية محتاجة حياة عملية. نيابلس من وادي دجلة ديفلوبمنتس.